السلام عليكم، جيسبر كو فوز علي بيان، ان شاء الله كان تكونوا بخير وعلى خير. وانتم اليوم تشوفوا في هذا لا فيديو اي بعد كيما قلت لكم ولفت السقايط كل يوم زاهو تطلع عليكم، مي تطلع عليكم زاهو ماشي بيديها فارغين، توجور معمره بالطاقه الايجابيه اللي طلع لكم المورال. راهي الساعه 4 وشي هذا، وانا رايحه مع الزوج المحترم الى الماركت باش نديرو القضيه في داري، ولا كل حاجه تصفر بيسك مع ميراي ما وليتش نقدر نروح نقضي وحدي ونشد تقيليتو ايبا ما شاء الله خلاص لي كلش سي فور سا سنيت حتى جا ابو ميراي باش نروحو مع بعض نديرو الشوبينغ، ماشي شوبينغ نديرو الماركت يعني القضيه الشوبينغ مع الشوبينغ وراه وانا وراني ما خيتي كيما شتوني طميت شعري كنت طلقات والله الله. ومن بعد قبل ما نخرج ميراي تحكمني مش عابك حتى طيرته لي حتى زعفت قلت له شوف هاك ديها هبطها، هو اللي راح هبطها معاه باسكو انايا والله غير زعفت عاش كم استرلير مسن مجيك. المهم قلت راح نقضي هكا قضيه نتاع شهر ولا لازم نخلي الدار نظيفه ومسحت كامل الثلاجه تاعي كل حاجه رجعتها تشعل بيسك باش كي نجي ديريكتومون ديزانفيكتي ونحط القضيان في بلاستو. المهم بنات قعدوا بالفيديو مع الفيديو وان شاء الله يعجبكم هاد لا فيديو. البنات جيت انا ولو مسيو اللي هنا لهاد الحانوت بوردة اشكم هذا البنات فيه كلش يبيع كامل دوزان تاع الدار اوف واش نحكي لكم واش نخلي لكم دوك نديكم تراني دوكا جيت للماركت هذاك الحانوت لقيتهم خلاصوا الساعة اللي كنت حبتها هبط لي المورال ما حبيتش كاع ندور خرجت وتانيك راح الحال باش نجو للماركت نقضيو خفت على ميراي ميراي ما تصبر ليش ولا بديجا راهي قريب ستة المهم دوك نقضيو هنا نكملوا القضية نتاعنا ابخي نروحوا مع بعض ورانا رايحين. بير باي شي صوان بير باي شي صوان البنات انا هربت هربت من هذيك خليت راجلي مسكين بزوج لي شاريو وهربت. المهم بعد لحقنا رانا دوكا جينا الهنز هذا كنافه باش ناكلو كنافه هذه اشكال جينا الهنز هذا كنافه وين تعرفوني نحب ناكل كنافه لا ديرني فاديت مع ثانيا دوك ديت وحدي كي تفشكشت هذه البلاصه توحشتها ايا ايا معنا اميراتي هذا وين قعدت بعد معاناه طويله في لاغر عينا حتى لو مسكين لاغر عيا بيسك وي كيفاش يدير البابا يتعنق فيه اش كان يدير بلي المسن ازجك ازجك شوك دون دور ماك شيك لو تفاح الحاجه الاولى انا ناكلو في ميراي بدينا بها الماكله تاعها <تصفيق
ما تحبش تبدا تفشش عليه. تمام كوي باين يقدر يرجع. قلت لكم جينا باش شم بها واتش. تمام باش واش جيت نقول لكم تلفت لي تلف الله يتلف على بليس. المهم قلت لكم هذا من قعدنا جينا باش ناكلوا كنافه باسك ما فطرناش بكري، فطرنا وقل على 3 هكاك ولا 3:30 دوكا راهي 7. قلنا ناكلوا كنافه ومن بعد نروحوا للدار. احنا شغل احنا نخدموا اليوم ب كونترير، ناكلوا الحلاوه باش نروحوا ناكلوا الملح في الدار. قلت له ما حبيتش ناكل برا، قلت له قضينا قاعده في القضيه من بعد نروح نزيد ناكل برا. نو في الدار نديروا كاش اومليت لا حاجه خفيفه ليه برك، هو اللي قال لي انا ناكل، قال لي ناكل بصحته. هذه هي البنات، ما قدرتش نصور لكم بزاف في الماركت بس كان واحد الغاشي كاتاستروف اليوم بس كلاش اليوم الجمعه نهايه الاسبوع هنا في تركيا. الناس كامل تقضي باش السبت والحد ما يخرجوش يقعدوا يديروا الفاكونس في دارهم، يعني الويكاند يجوزوا في الدار. المهم هذه هي البنات معاكم معا ميرايا يتشطح بيان شيخ. احنا لحقت الكنافه تاعنا يمي يمي. هانزا دا لا ميور في الكنافه، هذا اللي ديجا بدا بصحته. ميراي راهي غير تسمع الغناء شوفوا كش تولي. كملنا الحمد لله. بصح انا يوم اللي قعدت وانا نفكر في حاجه دوكا واش راح يفرز لي هذاك القضيان كامل. راجلي يقول لي حطيه كامل في البالكون باسكو حنا عندنا البرد، قال لي ما يخسر ما والو وبعقلك، وانا امبوسيبل نخليه لازم في دقيقته نستفو كلش. هذا هي واش راني نخمم معاها البنات. راني عاودت وليت للدار. رقت ميراي راهي راقده، باباها دخل للدوش وانا هو كان يجيب في القضيان، وانا ديريكتومون نوري لكم الطريقه تاعي كيفاش نستف باش كيما نقولوا نربح شويه الوقت باش نخاف في اي لحظه في اي دقيقه تنوض عجوزتي اللي هي ميراي. وبالمناسبه اسمحوا لي نهضر بالعقل، وبالمناسبه البنات تغميت على بكم عييت. وبالمناسبه ما رانيش راح نديزانفيكتي كيما مضريه بالجافيل وتويلق ونجوز، والله ما عندي الخاطر ما عندي القانه باش ندير كامل هكذاك. راح نستعمل هذا دوميستوس، هذا ديزانفيكتون براتيك يوزي سبراي. هذا براتيك زعما مكتوب فيه ديجا براتيك يعقم سبراي. هذا دوك شوفي نفشفش فيهم كامل هكذا من الفوق بيسك راهو كل حاجه بلومبالاج. دوك نوريكم من بعد باش نحكم في يدي تويلق ونجوز ونبلاسي بيسك هكذا باش نربح الوقت. البنات نعطيكم طريقتي انا باش ما يغلبنيش كي يكون بزاف القضيان، بس كما كنت نقول لكم انا نخمم في القضيان واش يستفو قبل ما يعني قبل ما ندخل للدار. شوفوا هنا حطيت كامل هادوما اللي يروحوا للديبو، هادوما اللي يروحوا كامل للديبو نحطهم في الطريق باش ناخذهم. ومن بعد حطيت هنا كامل البقوليات وهذوك اللي شمخ نشمخ واللي بصح ما نشمخ والو دوكا، ندير كل حاجه ابخي نشمخ حطيتهم هنا. هادوما اللي يدخلوا ديريكتومون في الفريجيدير ثاني حطيتهم هنا باش تمتم نحطهم. هادوما في البلاكار، هادو في الفريجيدير البولي وهذوك ثاني في الفريجيدير الزبده. وهنا لا فيوند هادوما كامل باش يدخلوا في الفريجيدير. هادوما باش نديرهم في القجور هنايا باسك هادو تاع المطبخ لافات وكل شيء. هادوما باش نديهم لسال دو بان صابون تاع ميراي، هذا هو البنات المناسبه اللي نغسلها بها حوايجها. شغل صابون حجره مرابي شريت لها هذه الخضره، هذا فيه تاع لوانتا فوالا فيها شويه. شريت هادوما باش يروحوا للسال دو بان. فوالا دوكا نبدا بشويه نستف في دوزاني بعد ما ندير عليهم هذاك سبراي. وهاد لي
بوات البنات حبيت نوريه لكم عندي شحال ملي شريتهم. شوفوا الله يبارك شحال يرفدوا ومن بون براتيك يجوكم في يعني في لي بلاكار. هذوك البنات شوفوا الله الله عليا وين وصلت، كملت كلش، جبت هادو سلل تاع الخضره والفاكهه، خملت هنايا، فرغت لهم بلاصتهم هنا بسكنه هذه خي على بالكم دايرته كيما ديبو ندير فيه المخللات هادوما وكل شيء، وهنا نحط وهنا ليسونسييك شغل ان ديبو. بقات لي غير الخضره والفاكهه، شوفوا كيفاش راهي. المهم الفريجيدير تاعي هنايا حطيت كامل الزبده لي فرماج واللحم، هذاك مازال ما درتو في لي بوشيت تاع في ساشي تاع الكونجيلاسيون، هو والدجاج خليتهم هكذا. ديجا هذه مخصصه شوفوا للدجاج الحوت اللحم حتى الغدوه ان شاء الله، بيسك على بالي ما نقدرش. هذا الطبق تاع هذه الطبقه كامل انا مديرتها غير الفطور الصباح، يعني اللي نجبدهم الفطور الصباح. هنا تانيك هذه فرغتها هنا دوك ما نحط لي في خوي. هنا اوليا اختي والصودا درتهم. هنا تانيك البيض، سوجوك، الحليب، هذا الفرماج تاع تاع اللي جبتو من البلاد. هنايا فرغتهم البنات، دوك ندير الخضره تاعي. هنا تانيك المهم ستفت على قدر المستطاع. اسنا نزيد نوري لكم هكذا نخدم عبايكم، ما نجبد كل حاجه ما تخلعني حاجه. المهم هنا كيما راكم تشوفوا ما عنديش بلاصه بزاف، هادو ما مديرتهم الحبوب هادوك. هنا نديرهم كامل هاد الكوتي للمكسرات، ما كنتش نديرهم في لي بورت مونجي هكا مقفولين. ملي جاتني واحد السوسه هكذا وليت نخاف وليت نغلق كل شيء. فوالا هنا حطيت السميد اللي هنا، هادو هذا ليطاج مخصص بزاف تاع الكاطو، يعني دوزان تاع الكاطو وميراي البسكويت تاعها هذيك لابلامين تاعها. اسنا نزيد نوريكم واش درت، واش زدت ستفت. وهنا هاد الكوتي البنات انا مخصصاته للقهوه، هادو ملي شريتهم قلت لكم باش نسييهم اسكو ملح ولا ماشي ملح، حبيتش نشري باكي كبير، شريت غير هكذا كمشه كيما يقولوا باش اذا كانوا ملح. هنا انا مخصصتهم جوست هنا برك كيما كتشوفوا القهوه. هنا ليتاي شوفوا الراقي الله الله عليه، وانا راهو متصدر شوفوا في اني شريت النعناع خضر الله الله باش ندير لاتاي في المولود. فوالا البنات شمخت تانيك الحميصه تاعي واللوبياي هنا تحتها، دوكا نستف الخضره وسي بون. راني نزرب 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 بيسك اليوم المسلسل تاعي كرميز اوضه اللي يعرفها، يعني الغرفه الحمراء. راني نزرب، المهم راكم معايا. ايماجين انا خلصت شغلي والله العظيم، غير حطيت النشافه هكذا في بلاستو وهي ناضت ميراي تبكي 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 تبكي. ابخي رحت بدلت لابس كانت بتاع حوايج الزنقه رقدت بيهم، لبست لها بيجامتها كل حاجه خليتها مع باباها، وجيت نوري لكم كيما نقولوا لافان كيفاش خلصت ودرت كل حاجه في مكانها. قعدوا معايا نبداو من هنا. شوفوا الله الله وش هني فرحانه، درت الخضره في بلاصتها. هنا خديت هكا شامبينيون، اني جايه ها قولي لهم خاني ننسى روحي. تمام كويا جام حوس على الشاي اف تلفتها لي صبر. فوالا كيما شفتوا البنات خلصت كل شيء الفريجيدير ديالي. هنا تاني كلي بلاكا وريت لكم قبيله، هنا سي بون
والبالكون ديالي بيان سور. نوري لكم كيفاش ندير له، ما تضحكوش على هادو. هذا هي السلك، دوك نديرو في هذيك لاباسين الكبيره باش يتشمخ فيه بزاف التراب. هنا السلك تاع تركيا معمر تراب، خليه واحد الساعه ولا زوج، نغسلو غدوه راجلي يحبو بالبوراك. هذه شلاضه قلت لكم، هنا عندي احنا عندنا البالكون بزاف بارد، هنا لي فخوي هذوك اللي بقاو، البطاطا والبصل، وهنا الحشاوش ثاني كامل، البصل، الشبت، النعناع، الكرافس، معدنوس، كل حاجه حطيتها هنا. هنا كاين سيترون او سي بون، ما يخسرش بيسك هنا بارد. احنا عندنا هنا انقره بزاف بارده، البالكون يكون اكثر من فريجيدير. لقيت نسمع في الخبيط، جيت لقيت لي مسيو وجد العمر وشلاضه، الله الله، بالفخوماج المعدنوس والنعناع والخيار. فوالا هذا هو السوجي اللي كنا نحكوا فيه، اللي حكيت لكم عليه من قبل وحطيت الفيديو من قبل، وقلت لكم لازم يكون هناك تفاهم والمعاونه بين الراجل والمراه. الحمد لله جاع، حس بالجوع، وماشي وقت الماكله كيما نقولوا، ما دارش لا دار روحو، الحمد لله. فوالا هذه هي، وانا دوكا نسرب الفلاتاي، وميراي ناضت وراهي قاعده تتفرج، ما عندهاش كاع النيه باش ترقد. تمام بان اتشيك سيفيور ام سورينيوك. حنا نقعدو ناكلو هادي الشلاضه، ولا فرحت كي جيت شغل كنت حاسه شويه بالجوع ولقيتك شغل موجدها في عينيا تحلو. المهم البنات، هذا هو فيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يكون حفزكم. ديروا على حالتي، حالتي راهي حاله. ان شاء الله يكون حفزكم، ان شاء الله يكون عجبكم. فوالا هذه هي، الحمد لله عباكم كيف ريت كلش شغلي، حاسه واحد الراحه نفسيه. دوك ناكل شلاضه تاعي ونروح نكمل نشوف المسلسل، وميم طون نرقد ميراي. تهلاو في روحكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. اذا جا هذا الفيديو قصير راح نزيد لكم روتين تاع غدوه، واذا جا سوا سوا راح نحطه لكم. بقاو على خير، تهلاو في روحكم.